يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم دايما بتكون مهمة، بالتحديد أولى حلقات الأسبوع، لأنها بتكون مليئة بالعديد والعديد من الأخبار المهمة على مختلف الأصعدة، سواء محليا عالميا. وقبل كل ده طبعا كل ما يخص يتعلق بآخر جديد يخص نادينا الحبيب النادي الأهلي هيكون معنا بتفاصيل كتير جدا على مدار الحلقة. كان هي بتبقى حلقة مهمة لأن بيبقى في يومين أجازة اللي هو الخميس والجمعة، فبالتالي بيبقى في بعض الأخبار وبعض التعليقات اللي بنبقى حابين جدا إن احنا نعلق عليها مع جمهورنا، جمهور النادي الأهلي. فبالتالي انتظروا هذه الحلقة على مدار الفقرات المختلفة. طبيعي جدا مستنين تفاعل حضراتكم معانا على سؤال حلقة النهاردة، وهو بيتعلق بمنتخبنا، أو بالتحديد بيتعلق بالنادي الأهلي لاستعداداته للمباراة المقبلة، مباراة السوبر. فالأهلي واخد 11 بطولة، بطولة سوبر. في رأيكم إيه هي أفضل بطولة فاز بيها النادي الأهلي بالتحديد بخصوص هذا اللقب؟ تواصلوا معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وإنستجرام، وهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير كما هو المعتاد من حلقة اليوم. لكن البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين. نشوف في ترند الأهلي. الأهلي واصل الاستعداد لمباراة السوبر المصري، بالتوفيق إن شاء الله. في الترند المحلي، ضياء السيد يحسم موقف شارة المنتخب لصلاح. أما في الترند العالمي، رقم جديد لصلاح في الدوري الإنجليزي، إن شاء الله يحققه النهاردة بإذن الله. طيب، بما أننا اتكلمنا أو من أبرز العناوين اللي بخصوص الحلقة النهاردة محمد صلاح، طبعا كلها عناوين مهمة ومحاور كتير هامة جدا هنتكلم فيها، لكن خلينا نتكلم على أهم المباريات النهاردة، تحديد الدوري الإنجليزي، هذا الدوري المثير جدا جدا واللي بيشهد متابعة غير طبيعية في جميع أنحاء العالم، ده نظرا لقوة المنافسة على البطولة. مختلف الفرق، كل مباراة ما تبقاش متوقع مين اللي هيكسب، حتى لو فريق في أول الترتيب هيلاعب فريق في آخر الترتيب، فهي دي متعة وإثارة البريمير ليج في الحقيقة. طيب، خلينا نقول أهم المباريات النهاردة. نبتدي بالدوري الإنجليزي، فالنهاردة بداية الأسبوع الخامس لهذه البطولة. أول مباراة كانت الساعة 1:30 ظهرا ما بين ولفرهامبتون وبرينتفورد. برينتفورد قدر أنه يكسب 2-0 على ملعب ولفرهامبتون بهدفين في الشوط الأول. مباراة تألق فيها جدا كل عناصر فريق برينتفورد، بالتحديد توني اللي أحرز الهدف الأول وصنع الهدف الثاني، وأحرز هدف كمان لم يعني يحسب بسبب التسلل. فبالتالي تاني فوز لبرينتفورد في بطولة الدوري بعد ما فازوا في المباراة الأولى مع أرسنال وتعادلوا ماتشين وخسروا ماتش. أما في بعض المباريات المهمة اللي ابتدت الساعة 4 بالتحديد، ليفربول مع كريستال بالاس. الشوط الأول خلص بتقدم ليفربول بالمتخصص ساديو ماني في شباك كريستال بالاس، تاسع هدف ليه في 9 ماتشات أو في 8 مباريات كمان قدام كريستال بالاس. الهدف ده ساهم فيه نجمنا المصري محمد صلاح بعد ما كانت الكرة ضربة ركنية لليفربول، لعبها تسيميكاس اللي بيلعب على حساب روبرتسون النهاردة، فراحت على دماغ صلاح. صلاح حطها بشكل مميز جدا جدا، صدها الحارس عشان تجد متابعة مميزة من ساديو ماني فيحرز هدف التقدم، وينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول 1-0 في الأنفيلد. أما المباريات الأخرى اللي بتتلعب في نفس التوقيت، فمانشستر سيتي متعادل مع ساوثهامبتون بدون أهداف، نوريتش سيتي مع واتفورد تعادل إيجابي 1-1، أحرز لواتفورد دينيس وأحرز لنوريتش بوكي. أما بخصوص بيرنلي، فبيرنلي بتلاعب أرسنال، المباراة على ملعب بيرنلي، وتقدم لأوديجارد لاعب أرسنال القادم من ريال مدريد بهدف مقابل لا شيء. دي مباريات الساعة 4. أما مباراة أخيرة النهاردة في الدوري الإنجليزي، ومش آخر مباراة في الجولة لأن لسه في بكرة وبعده بعض المباريات في الجولة دي، فأستون فيلا هيلاعب إيفرتون الساعة 6:30 في الفيلا بارك، ملعب أستون فيلا، مباراة أيضا مهمة جدا للفرقتين. ده بخصوص الدوري الإنجليزي. أما بخصوص الدوري الأسباني، فالنهاردة في عدد من مباريات. رايو فاليكانو لعب الساعة 2 مباراة انتهت أمام ختافي بتقدم ريال أو رايو فاليكانو بنتيجة 3-0، نتيجة كبيرة. الساعة 4:15 كانت ابتدت مباراة أتلتيكو مدريد مع أتلتيك بلباو، وما زال التعادل سلبي بدون أهداف. الساعة 6:30 إليتشي مع ليفانتي، والساعة 9 بالليل دوبرتيفو ألافيز مع أوساسونا. أما بخصوص الدوري الإيطالي، فأيضا عدد من المباريات. جنوا لعب مباراته الساعة 3 أمام فيورنتينا وانتهت بفوز فيورنتينا بنتيجة 2-0.
صفر. اما الساعه 6 فمباراه اخرى ما بين انتر ميلان وبولونيا، والساعه 9 الا ربع ساليرنتانا مع اتلانتا الساعه 9 الا ربع في الدوري الايطالي. اما بخصوص الدوري الاسباني او عفوا الدوري الالماني، فعدد ايضا من المباريات 3:30 ابتدت مباراه ارمينيا بيلفيلد مع هوفنهايم، تعادل مازال سلبي بدون اهداف. اوجسبورغ مع بورشيا مونشن جلادباخ، تعادل سلبي بدون اهداف. ماينز مع فرايبورغ، تعادل سلبي بدون اهداف. اما المباراه اللي بتشهد عدد وافر من الاهداف كما هو المعتاد، بايرن ميونخ مع بوخم، بايرن ميونخ تقدم بنتيجه 6 أهداف مقابل لا شيء حتى الآن، ومباراة لسه ما خلصتش، وده عادي في الدوري الألماني بخصوص البايرن تحديدا يعني. أما الساعة 6:30 آخر مباراة النهاردة في الدوري الألماني ما بين كولن ولايبزيج. بخصوص الدوري الفرنسي فالنهاردة في مباراتين، لانس مع ليل، مباراة ابتدت من دقائق قليلة جدا، كان ميعادها الساعة 5، ومباراة هتكون الساعة 9 بالليل ما بين سانت إتيان وبوردو. دي أهم المباريات في جميع أنحاء العالم، كلها مباريات مهمة جدا جدا جدا. احنا بالتحديد بنتمنى كل التوفيق لمحترفينا، بالتحديد محمد صلاح الوحيد اللي بيلعب دلوقتي في ضمن المباريات العديده اللي احنا قلناها، ان شاء الله يكون متالق بشكل كبير ويقدر ان هو يوصل للهدف رقم 100 ليه مع ليفربول. بس هو وصل للهدف رقم 100 في مجموع مبارياته في الدوري الانجليزي، اهداف احرزها سواء مع تشيلسي جاب هدفين و98 جون مع ليفربول. النهارده لو جاب جونين يبقى جاب 100 هدف فقط مع ليفربول في الدوري الانجليزي، ودي حاجه مميزه جدا جدا، وسعداء ان احنا عندنا لعيب مصري بيقدر يحقق مثل هذه الارقام في احد ابرز واهم الدوريات في العالم ان لم يكن اهمهم على الاطلاق. نتمنى له كل التوفيق. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل كل التفاصيل، استنونا. صلى على النبي، زيد النبي صلى عليه افضل الصلاه والسلام. هنحكي حكايه كده مع بعض. فاكرين لما كان دايما الاهلي بيتهاجم ده وهو ماشي كويس وهو بياخد بطولات وهو بيعمل تقريبا 20 ولا 21 انتصار متتالي؟ ما هو برضه احنا لازم نجيب للاهلي حقه، يعني لازم لما تحصل مواقف نقولها نتكلم عنها، لان ده حق الاهلي، ده حق النادي اللي كان بيتهاجم بشكل مبالغ فيه بدون أي سبب مقنع وبدون أي أسس واقعية تقدر إنك تبني عليها هجومك. جت فترة من الفترات كده كان الأهلي شغال بيكسب 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 مع فايلر، لو تفتكروا أكيد فاكرين، ماشي بيكسب طول ما هو ماشي بيكسب، ما بتعرضش لهزيمة أبدا، لغاية لما جه مرة الأهلي راح خسر مباراة، بس خسر مباراة بس. طلع الكلام كله في ان الاهلي عنده مشاكل ادارية قبل المشاكل اللي في الملعب، المكتب في مشاكل اكتر بكتير، وان في مش عارف ازمات ايه وفلان مين وعلان حصل له ايه وكلام من ده، والدنيا قامت ما قعدتش، الدنيا قامت ما قعدتش. لكن اللي فرق مع الاهلي ايه؟ ان عنده ناس كوادر مسؤولين موجودين عارفين هم ماشيين ازاي، حتى لو خسروا ماتش، حتى لو خسروا بطوله اللي هي الدوري مثلا، البطوله اللي خسرناها البطوله الوحيده في سنتين اللي خسرها الاهلي، طبعا الجمهور بيبقى زعلان وبتاع عشان بنخسر بطوله الدوري متعودين عليها، لكن هي دي كره القدم، وارد انه يحصل، والزعل ما بيبقاش كبير قوي لما بتحس ان الفرقه عملت كل اللي عليها، ولما بتبقى قاري وشايف كل الصعوبات اللي مر بيها الفريق. فالناس اللي موجودين في النادي الاهلي، وخلي بالك برضو عشان ما تقولش ان انت لازم تقول كده وكلام من، لا مش بتكلم عن الناس الموجوده دلوقتي بس، انا بتكلم على كل الناس وكل المسؤولين ومجالس الادارات المختلفه اللي بتبقى مسؤوله جوه النادي على مدار التاريخ. لما بيحصل اخفاق سواء في بطوله او في مباراه زي ما بيحاول يصورها البعض ان هي مباراه
هدت الاهلي او افقدت الاهلي الكثير او كشفت ازمات في الاهلي هي مش موجوده، هم عارفين بيبقوا ماشيين ازاي. طب هم بيمشوا ازاي؟ بتلف الايام وتدور الايام وتلاقي ان الانديه او المسؤولين او الاعلاميين اللي بينتقدوا النادي الاهلي هم نفسهم، هم مش حد تاني، هم طالعين بيشيدوا بالاهلي وطالعين بياكدوا ايه؟ بياكدوا ان الاهلي ما عندوش مشاكل لان في ناس بتشتغل بشكل صحيح بقى لها سنوات. ما لما تيجي تتكلم على سنوات انت مش بتتكلم على مجلس اداره واحد، انت بتتكلم على كذا مجلس اداره في مختلف الدورات اللي بتبقى موجوده. اي حد بيبقى موجود بينجح، بتلاقي اخفاق، بتلاقي اتنين، ده طبيعي، انت مش بتلعب لوحدك في الدنيا. بس في الاخر بتلاقي ايه؟ المجموع ما حقق فيه انجازات. فتلاقي الناس دي هي اللي طالعه بتشيد بالنادي الاهلي، خلاص بقى ما هم تعبوا. احنا هنقعد يا جماعه نخبط في الاهلي ونقعد نحاول كل شويه نجيب الاهلي حجه وكل شويه نخلق مؤامرات وكل شويه نعمل مواضيع وحوارات هي غلط اصلا؟ لا يا جماعه، خلينا بقى نعترف بقى. خلينا بقى نقول الحقيقه بقى يا جماعه للجمهور. الاهلي ما بيتسببش في اي مشاكل لاي نادي تاني. الاهلي مركز مع نفسه، مركز في اهدافه، ازاي يحققها، ازاي يوصل لها، ازاي يشتغل، ازاي يطور من نفسه، ازاي يستمر في بناء نفسه سواء على المستويات المختلفه بقى اجتماعيا انشائيا رياضيا كل حاجه. لما الاعتراف يجي من الناس دي نفسها يبقى ده حق الاهلي. هم ما بيعملوش، ما بيجاملوش النادي، هم ما بيعملوش حاجه مش واقعيه، لا ده حق الاهلي. هم ادوا له حقه بعد ما كانوا عمالين بيحاولوا يخرجوا لنفسهم مبررات، لكن ما خلاص بقى هفضل اخرج مبررات غير واقعيه في الاخر. طب ما انا مش هو ده الصح؟ انا عمال اخسر كتير وعمال للاسف. يعني احنا بنتكلم طبعا على كل الانديه بكل التقدير والاحترام، وكل جماهير الانديه ناس يعني بنحترمهم وكامل الاحترام والتقدير لكل الناس يعني، بس احنا بنتكلم في حق الاهلي مش اكتر، دون التقليل لاي حد تاني. في انديه عريقه جدا في مصر وبنحترمها جدا 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 سواء مسؤولين او جماهير او اي حد في المنظومه يعني، لكن طالما هم اعترفوا بحاجه زي كده كمسؤولين فدي حاجه تحسب لهم بالمناسبه، ودي حاجه تخصص تحت عنوان حق الاهلي. حق الاهلي، ودي ممكن تكون بدايه اصلاح عند بعض الانديه اللي ممكن ما تكونش بتعترف باخطائها علشان يرضوا جماهير مثلا، رغم ان الجماهير مدركه بشكل كبير جدا الازمه فين. انا هنا مش منوط ان انا اتكلم على ازمات انديه اخرى، لكن انا منوط بان انا ابرز حق الاهلي بعد فترات كتير جدا الاهلي كان بيتهاجم فيها. طيب خدت بالك انت لما كان في حرب معلنه، حرب ايه؟ معلنه على الاهلي من بعد كده 2018 وانت طالع، كانت حرب معلنه، مفيش بص مفيش اتنين يختلفوا عن كده، احنا يا جماعه عايزين نوقع الناس دي بالنادي ده، هو حرب معلنه، هو انا بقول لكم هنوقع ده بده. هل حد نجح ان هو يوقع الاهلي؟ هل حد نجح ان هو ياثر على الاهلي بشكل سلبي فبالتالي يقلب جمهور الاهلي على دي؟ لا طبعا، لاسباب عديده. اول حاجه جمهور الاهلي واعي بشكل كبير جدا وعارف بالظبط ايه اللي بيحصل وايه الصح في النادي وايه اللي ممكن يكون غلط. بالمناسبه مفيش حد ما عندوش اخطاء خالص، فدي حاجة تحسب لجمهور النادي الأهلي. الحاجة التانية هي الناس دي محدش عارف يوقعها ليه ولا حد عارف إن هو يعني يأثر على النادي بشكل سلبي ليه؟ إيه السبب؟ هل هم ناس جامدين قوي يعني ومش عارف إيه؟ لا مش كده. بمنتهى البساطة الأهلي عنده سيستم. الأهلي مؤسسة مش مجرد نادي. مؤسسة مش مجرد نادي. فطبيعي جدا أي حد بيجي هيمشي على السيستم ده هينجح تلقائي كده. طيب هو ايه السيستم؟ بمنتهى البساطه برضه السيستم بيتخلله مبادئ، الكلمه اللي الناس بتتريق عليها، مبادئ وقيم واختصاصات.
مبادئ وقيم واختصاصات. المبادئ والقيم دي انت ما تقربش منها ايا كان انت مين المسؤول اللي هتيجي، اللي موجود هتمشي هيجي غيرك، لازم تحترم مبادئ وقيم النادي الاهلي. في اساسيات كده معينه ما تلعبش فيها، ما تقربش ناحيتها، هتقرب ناحيتها انت اللي خسران، انت اللي هتفقد رصيد كتير جدا جدا عند الجمهور النادي الاهلي، بديهي. تمام، ادي حاجتين. الحاجه الثالثه الاختصاص، الاختصاصات. محدش في النادي الاهلي بيقدر ان هو يخش في اختصاص التاني. منظومه متكامله، كل واحد عارف حدوده وعارف واجباته اللي عليه. وما تلاقيش حد في الاهلي، ما تلاقيش مثلا مدير التعاقدات طالع يتكلم عن حاجه تخص الاداره، ممكن يتكلم عن حاجه تخصه هو في ملف التعاقدات، بيبقى بالتنسيق مع الاداره بالمناسبه مش من نفسه كده. كل حاجه بتبقى ماشيه بالتنسيق وكل حاجه مترتبه، وايه اللي ينفع يتقال وايه اللي ما ينفعش يتقال. هديك مثل يا راجل، ده انا مره من سنه ونص كده تقريبا طلعت قلت ايه؟ قلت ده الاهلي خلص صفقه بشكل رسمي. الاهلي ما كانش اعلن، الاهلي ما كانش اعلن الصفقه، بس انا كنت هدفي ان انا اطلع اطمن جمهور الاهلي. فقلت لهم ان الاهلي خلص صفقه بشكل رسمي مهمه جدا. اتوقفت على طول، ما فيش، الاهلي ما بيهزرش. طب يا جماعه ده انا قلت الصفقه، ما قلتش اسم، ما قلتش اي حاجه، مش اختصاصك، مالكش دعوه. في ناس مسؤوله تتكلم عن الصفقات، في ناس مسؤوله تتكلم عن اي ملف تاني خالص، مش دورك. هي دي منظومه النادي الاهلي، هي دي مؤسسه النادي الاهلي، اللي دايما كل واحد لازم يبقى عارف اختصاصاته، كل واحد يبقى عارف حدوده وادواره ايه وواجباته ايه، علشان كده الاهلي بينجح. طب تعالى لي بقى للكلمه، ها للكلمه اللي الناس كانت تقعد تقول لك ايه، ايه هي الاهلي فوق الجميع، ايه الشعار اللي انتوا بتقولوه ده، ايه ده مش عارف شعار ايه وشعار ايه وحاجه ايه ومقوله ايه. لما التصريحات طلعت امبارح واول، يا جماعه التصريحات طلعت امبارح واول من هي الناس او من هم مسؤولين عن من هم ينتمون لهذا النادي. يعني بحاول كده بس ايه اتكلم، مش عايز يعني انتوا فاهميني. يعني يطلع يقول لك ايه، الاهلي ما بيفكرش في مصلحه حد، الاهلي الناس اللي فيه بتفكر في مصلحه النادي. طب ما هو ده يا حبيبي، هو ده شعار الاهلي فوق الجميع بمنتهى البساطه. في الوقت اللي هم بيقولوا ايه، يقول لك لا احنا عندنا ابناء النادي بيفكروا في مصلحتهم الاول. شفت بقى الفرق؟ شفت بقى يعني ايه شعار الاهلي فوق الجميع؟ عرفت يعني ايه المقوله دي؟ الاهلي فوق الجميع يعني الاهلي فوق مصالح كل ابنائه. انت ممكن تكون يعني بتفكر في مصلحتك، نفسك توصل لمركز معين جوه النادي، نفسك كذا 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 كذا، حلو، اطمح، حط اهداف لنفسك، احلم، مفيش مشكله خالص. بس خلي بالك لما تيجي تحلم ما تنساش ان مصلحه النادي اهم. وبعد كده يا سيدي اعمل اللي انت عايزه، فكر في مصلحه النادي وبعد كده فكر في مصلحتك انت او اهدافك انت. فهو ده المختصر المفيد لما يحدث على مدار ال 48 ساعه اللي فاتوا، وكلام مهم جدا في حق النادي الاهلي كان لازم نبرزه بشكل او باخر. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل عندنا تفاصيل كتير جدا كمان بتتعلق ببعض الاخبار المحليه مهمه قوي ومنتخبنا الوطني، وعندي كمان امور تتعلق باستعدادات النادي الاهلي لمباراه السوبر الهامه جدا يوم الثلاث باذن الله. استنونا بعد الفاصل. حضراتكم مره ثانيه، قبل بس ما اتكلم على الاهلي واخر اخباره واستعداداته لمباراه السوبر امام طلاع الجيش يوم الثلاث باذن الله تعالى، خليني اتكلم عن بعض المحترفين في الخارج. واحد ابرز اللاعبين محمود حسن تريزيجيه، نجم النادي الاهلي السابق ونجم استون فيلا الحالي، واللي احنا عارفين طبعا ان هو كان عنده اصابه بقطع في الرباط الصليبي في مع نهايات الموسم الماضي كده في مباراه امام ليفربول. فتواصلت انا مع تريزيجيه واطمنت عليه بشكل كبير جدا. هو الفتره الحاليه ابتدى خلاص تدريبات الكره، هي في اطار البرنامج التاهيلي الخاص بيه. التدريبات ابتدت مع نص الشهر اللي احنا فيه ده، شهر 9. هيفضل في المرحله دي لحد امتى؟ لحد 1 فبراير او لحد اول كام يوم كده في شهر فبراير اللي هو شهر 11. لما يجي شهر 11 واوائل شهر 11 تريزيجيه يقدر يشارك في، او عفوا شهر نوفمبر، انا اسف انا قلت فبراير، احنا في شهر 9، ف 10 و 11 اللي هو شهر نوفمبر يبتدي تريزيجيه يشارك في التدريبات الجماعيه مع الفريق مع بدايات شهر نوفمبر.
عشان يبقى تمهيد ومرحلة أخرى هتاخد وقت شوية لحد ما يشارك في المباريات الرسمية مع أستون فيلا مرة تانية. بالتالي تريزيجيه لحد آخر الشهر، لحد آخر السنة دي، لحد آخر 2021 لغاية شهر 12 وبداية شهر 1 هيبقى صعب يشارك في المباريات الرسمية، لكن ربما يكون في بعض المباريات الودية كلام من ده يشارك فيها، برنامج تأهيلي خاص بيه بالتنسيق مع الجهاز الطبي هناك في أستون فيلا. لكن اللي يهمنا احنا كمصريين ايه في القصة دي كلها؟ هي فرص لحاق تريزيجيه ببطولة الأمم الأفريقية اللي هتكون في شهر 1 في الكاميرون بإذن الله تعالى. فرص تريزيجيه ايه؟ في صعوبة شوية، في صعوبة شوية ان تريزيجيه يلحق ده طبقا بقى للبرنامج الموضوع له والتأهيل والمرحلة العلاجية وكل هذه الأمور، هيبقى صعب ان تريزيجيه يلحق شوية بطولة الأمم الأفريقية، لكن تظل الفرص قائمة على حسب تطور الحالة وعلى حسب تطور المراحل العلاجية عند تريزيجيه، رغم ان احنا عارفين الصليبي دلوقتي يعني بقى المتعارف عليه ان هو ياخد 9 شهور يعني، فهنشوف ايه اللي هيحصل، لكن نسب لحقه بطولة الأمم الأفريقية هتكون صعبة، لكن هو لعيب مهم جدا، اتمنى له كل التوفيق. من ضمن كمان الأخبار المهمة وهو ان بريطانيا خلاص هترفع مصر من القائمه الحمراء بخصوص فيروس كورونا، وان هي من الدول كانت المحظوره او محظور السفر ليها، ولو رجع لو سافرت ترجع لازم يبقى ليك حجر صحي حوالي 10 ايام او 15 يوم، وده كان سبب من الاسباب اللي خلت صلاح، او هو السبب الرئيسي في عدم تواجد صلاح في مباراه انجولا الاولى في تصفيات كاس العالم، وسافر على الجابون لان هي مش في القائمه الحمراء. دلوقتي مصر يوم الاربعاء اللي جاي ده هتتشال من القائمه دي، هتبقى في القائمه الصفراء، ونفس الحال بالنسبة لليبيا كده كده، فبالتالي خلاص بنسبة 1000000% بإذن الله ربنا يحمي صلاح من الإصابات، هو متواجد مع منتخبنا الوطني في المباراتين بتوع ليبيا، فمصر الأول بإذن الله، وبعد كده يسافر مع المنتخب لليبيا إن شاء الله يحاولنا 6 نقاط، وتبقى بداية أكثر من رائعة لكارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي الجديد المميز واللي عنده سي في جيد جدا، وهتبقى بدايه جيده بالنسبه له، وبشاير البشاير كمان حلوه بان صلاح موجود، والنني نفس الحال، النني عنده اصابه خفيفه هيشارك في مباراه كاس الاتحاد الانجليزي اللي هتتلعب خلال اسبوع، فهيبقى في نسبه كبيره ان هو كمان يكون متواجد مع المنتخب الوطني في المباراتين دول، 2 بقيمه كبيره فنيه وقياديه داخل الملعب، واحد اهم اللاعبين واقدم اللاعبين في صفوف منتخبنا الوطني، ان شاء الله يكونوا موفقين مع كارلوس كيروش وجهازه المعاون المميز، ويحقق لنا كل اللي بنتمناه كشعب مصري عاشق لكره القدم. تعالى بقى للنادي الاهلي. النادي الاهلي استعد على مدار الفتره اللي فاتت، الاسبوع اللي فات، لمباراه السوبر، وبيواصل استعداداته من خلال معسكر مغلق هناك في اسكندريه او في برج العرب تحديدا، استعدادا للمباراه الاولى امام طلائع الجيش، وبعد ما تخلص المباراه دي على خير باذن الله يكون الاهلي خد البطوله، هيقعد يكمل في اسكندريه لغايه مباراه انبي اللي هتكون يوم 25 من الشهر الجاري في دور ال 16 من بطوله كاس مصر. طيب الاهلي استعد ازاي من خلال مباراتين وديتين كانوا مهمين قوي. اول مباراه كانت مباراه بتروجيت، حضراتكم طبعا كلكم شفتوها من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، وطمنا فيها على عدد كبير جدا من العناصر اللي موجوده في الفريق، والمباراه اللي انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف، وشهدت تالق عدد كبير من اللاعبين، وكانت تجربه مميزه جدا جدا، وتم تقسيم فيها المجاميع اللي تشارك في المباراة الأولى والتانية، يعني في مجموعة زي ما حضراتكم شايفين كده شاركت في مباراة بتروجيت، المباراة التانية اللي كانت قدام المقاولين العرب كانت أول امبارح يوم الخميس، ودي كانت مباراة غير مذاعة، وأنا كنت حريص جدا أن أنا أروح أتفرج عليها بصراحة، أتابع الفرقة، أطمن، أشوف إيه الأخبار. الامور ماشيه بشكل كويس جدا، الاهلي قدر ان هو يفوز فيها 1-0 بهدف لحسين الشحات اللي ادى مباراه مميزه جدا، مباراه وديه، وواضح ان هو داخل الموسم الجديد بشكل جيد، وكانت المجموعه اللي تعتبر الاساسيه هي اللي بتلعب مباراه المقاولين. مش هقول طبعا تفاصيل تشكيل او حاجه، لكن هطمن حضراتكم على بعض العناصر، ان كان مثلا حمدي فتحي بيلعب في مركز مش مركزه، ادى مباراه كبيره جدا جدا، عمرو السوليه لعيب ما شاء الله لا قوة إلا بالله عليه، عمل مباراة أكثر من رائعة، ولما بتكلم أو بقيم مش أنا اللي هقيم كجانب فني، لكن يعني من اللي أنا شفته المباراة كانت قوية، أنت بتلعب مع فريق المقاولين العرب، ده فريق في الدوري الممتاز، ففريق مميز جدا وعنده جهاز فني مميز بقيادة الكابتن عماد النحاس، فتقدر تقول اللعيبة كانت عاملة إزاي، فعمرو السولية كان مميز جدا، ميكيسوني ابتدى المباراة بشكل جيد، لسه الانسجام شوية مش موجود، لكن لعيب مبشر، الأمور كانت ماشية بشكل ممتاز، كان في بعض التغييرات في الشوط الثاني، الأهلي نجح في إن هو يستعد بشكل
بشكل مميز لمباراه طلائع الجيش. هطمنكم اكتر على استعدادات الفريق هناك من اسكندريه، بس هروح لفاصل الاول وبعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا. اهلا بحضراتكم مره تانية. صلاح جاب هدف من دقيقه واحده قبل دلوقتي قدام كريستال بالاس من صناعه فيرجيل فان دايك، كوره ضربه ركنيه اتلعبت فيرجيل فان دايك بدماغه، صلاح بوش رجله الشمال في الجون على طول، حتى قلع التيشيرت، معرفش قلعه ليه، الناس اللي بتوع الفانتازي دلوقتي زمانهم زعلانين جدا، لكن المهم ان هو يعتبر عمل اسيست، ساهم في الجون الاول وجاب جون كمان في الشوط الثاني امام كريستال بالاس. طيب من صلاح في الانفيلد نروح لزميلنا العزيز كريم احمد في برج العرب عشان نطمن من خلاله على اخر استعدادات النادي الاهلي لمباراه السوبر الهامه جدا امام فريق عنيد وهو فريق طلائع الجيش، نشوف منه اخر الاخبار اخر الاستعدادات الامور ماشيه ازاي، نطمن بشكل كبير جدا يا كريم، مساء الخير. طبعا باكد مساء الخير عليك طبعا زميلي العزيز امير هشام، كل التحيه لك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم، طمنا، انا يعني واضح في الخلفيه وراك ان في تدريبات النادي الاهلي في هذه اللحظات، لكن مجمل المعسكر ماشي ازاي، مدى يعني الجوده او مدى التاثير الايجابي اللي كنا مستنيينه من المعسكر ده، نسبه كام في الميه قدرنا نحقق هذا الجانب الإيجابي استعدادا لمرحلة هامة جدا أو مباراتين مهمين جدا السوبر وكأس مصر؟ بالتأكيد طبعا زميلي أمير، في البداية نقدر نقول يعني الحماس والجدية هو شعار المرحلة وشعار معسكر فريق النادي الأهلي، التركيز كبير جدا مع الكل الحقيقة، يعني الكل بيشتغل في كل اتجاه. أكلمك على الدكتور عبد الرحمن مثلا استشاري التغذية بيقوم بأكبر طاقة عنده طبعا، لأن أنت معاك 27 لعيب في معسكر مهم جدا. طبيب النادي الأهلي أحمد أبو عبلة ودوره المهم جدا طبعا ومتابعته المستمرة مع كل اللاعبين، موسيماني كبير مخطط الأحمال، كابتن سامي أمصان، كابتن سعد أبو حفيظ، الجهاز الفني بالكامل، الكل الحقيقة بيجتهد بشكل كبير جدا، لأن دي انطلاقة أمير بالنسبة لنا بالنسبه للعيبه، التلاحم كبير والفتره قليله شويه، لكن ده هتبقى فتره اعداد للمباراتين طبعا زي ما احنا عارفين، وهي مباراه السوبر القادمه امام طلائع الجيش ومنها مباراه انبي، ثم بعد كده ننتظر استكمال باقي المباريات وخلاص هنبدا نخش بقى مباشره على بطوله الدوري العام ومن قبلها طبعا بطوله دوري ابطال افريقيا. فالحقيقه معسكر مهم جدا لفريق النادي الاهلي ومهم للجميع، الجديه موجوده بشكل كبير جدا مع فريق النادي الاهلي في التدريبات الحقيقه، بيتسو موسيماني المدير الفني مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، الكل بيحفز اللعيبه بشكل كبير جدا، الحديث عن اهميه المعسكر، اهميه المباراه، مباراه البطوله انت عارف يا امير بيكون ليها حسابات مخصصه طبعا مع الجهاز الفني، مباراه البطوله بتكون محتاجه تركيز من اول دقيقه لاخر دقيقه، تحضيرات وترتيبات فنيه على اعلى مستوى، وده الحقيقه اللي لامسينه حتى هذه اللحظه في معسكر فريق النادي الاهلي. لكن كمان يا امير عايز اكلمك من ضمن طبعا التركيز الكبير والحافز الاكبر كمان هو وجود الكابتن محمود الخطيب، الحقيقه اللي يمكن وصل من لحظات بسيطه جدا لمعسكر فريق النادي الاهلي لمؤازرته المعتاده ومساندته الدائمه لفريق النادي الاهلي. الحقيقه اكيد الكابتن محمود هيكون متواجد مع فريق النادي الاهلي على مدار الايام القادمه مرورا ان شاء الله بيوم المباراه وهو يوم الثلاثاء، اللي بنعمل ان شاء الله باذن الله فريق النادي الاهلي بتركيزه الكبير وبالحماس وبالتكتيك الحقيقه اللي يمكن في هذه اللحظات بيتسو موسيماني بياكد عليه وشغال عليه بشكل كبير جدا، الكل امير الحقيقه ظهر بشكل كويس. عايز ااكد كمان على يمكن اكثر من نقطه، هو الوافدين الجدد على فريق النادي الاهلي سواء ميكيسوني طبعا اللي بنتمنى ان شاء الله يكون له دور مميز جدا، واضح اجتهاده وتحركاته رائعه وممتازه مع فريق النادي الاهلي، الانسجام ده امر مهم جدا، واحنا عارفين طبعا كل اللعيبه اللي بتكون داخل على فريق النادي الاهلي بتحتاج انسجام، لكن الحقيقه واضح تركيزه الكبير، بنامل يكون له دور في هذه المباراه سواء في التشكيله الاساسيه او على دكه البدلاء. احمد عبد القادر، عمار، كل اللعيبه الحقيقه الوافدين الجدد تحديدا وباكد عليهم، لان احنا التوليفه اللي كانت معانا والكوكبه الحقيقه من نجوم النادي الاهلي اللي كانت معانا متواجده وحصلت على البطوله التاسعه والعشره مش هنقدر نتكلم عنهم على قد ما نقدر نتكلم بقى على دوافع جديده، لعيبه قادمه محتاجه ان هي تكون في مسانده ليها بشكل كبير، الكل بيقوم بدور كبير جدا في معسكر فريق النادي الاهلي، بنتمنى ان شاء الله باذن الله المعسكر بس يعدي بسلام النهارده وبكره ان شاء الله حتى يوم المباراه ما يبقاش فيه اي اصابات، لان الحماس كبير والجديه موجوده، وانت عارف الاشتراكات والالتحامات ده امر مهم جدا ان احنا نحافظ على بعضنا، لان احنا محتاجين كل اللعيبه خلال المباراه القادمه وهي مباراه طلائع الجيش اللي بنعمل ان شاء الله زميلي امير تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي باذن الله. يا كريم انا عايز اسالك بس على الاصابات، اكرم توفيق كان خد كدمه في المباراه الوديه، عايز اعرف تطورات الحاله بالنسبه له ومدى جاهزيته لخوض السوبر الافريقي، واخر الجديد بخصوص كمان بيرسي تاو المصاب، تطورات العلاج بخصوص اللاعب، الامور ماشيه ازاي، اخر المراحل اللي هو فيها، طمنا يعني على ملف الاصابات تحديدا.
يعني في البدايه لو بنتكلم على اكرم توفيق، واحد من اللعيبه الرجاله زي ما بنقول عليهم الحقيقه، اكرم يعني ان شاء الله متواجد باذن الله بكل قوه، متواجد يا امير في التدريبات. انت عارف اكرم اللعيبه اللي يمكن اشتراكاتها بتكون قويه لان عنده روح كبيره جدا وعنده حماس كبير جدا، لكن بطمنك عليه على اكرم تحديدا، متواجد مع فريق النادي الاهلي. بنتمنى ان شاء الله باذن الله مع مرور الايام بس حافظوا اللعيبه على بعض، لان انت عارف يا امير الكدمات والتدخلات اللي بتكون قويه طبعا بتكون يعني اكيد محدش بيبقى قادر ان هو يتدخل على زميله بشكل قوي، لكن الحماس بيكون موجود بشكل كبير. لكن اكرم باكد لك ان شاء الله يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي. بيرسي تاو يمكن عنده باد لك شويه بقى معانا، انت عارف طبعا يمكن اتكلمنا طبعا، يمكن انت اتكلمت والناس كلها اتكلمت طبعا على الاصابه اللي هو قادم بيها طبعا من بلده، لكن الحقيقه الطبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله والجهاز الطبي بالكامل قايم بدور كبير جدا مع بيرسي تاو لعودته ان شاء الله باذن الله. يعني بنسابق الوقت ان شاء الله الفتره اللي جايه كده مع بيرسي تاو، ده حديث الجهاز الطبي، لكن انت عارف في تاني بشكل كبير، انت اصابه العضله الضامه محتاجه تاني بشكل كبير جدا، ومحتاجه ايضا كمان يكون لاعب عنده القابليه ان هو يكون يرجع بشكل سريع مع فريق النادي الاهلي، لان المرحله مهمه خلال الايام القادمه. اضم كمان مع بيرسي ومع ايضا كمان اللي احنا اتكلمنا عليه طبعا محمود متولي، عايز اكد لك ان محمود متولي هننتظره بعد مباراه انبي ان شاء الله يكون مشارك مع فريق النادي الاهلي في تدريبات الجماعيه، ومنها ان شاء الله الاستعانه في المباريات القادمه. الكل الحمد لله امير بطمنك بشكل عام على جاهزيه الفريق، بنتمنى ان شاء الله بس الحفاظ على البعض في التدريبات اللي فيها قوه وفيها جديه وفيها حماس كبير جدا، لكن بتدينا اشاره كبيره جدا ان شاء الله ان المباراه يوم الثلاثاء القادم النادي الاهلي يقدر يرفع الكاس رقم 12 ليدخل دولاب بطولات النادي الاهلي باذن الله تعالى. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الوفيه على الهواء مباشره. زميلنا العزيز المميز كريم احمد مراسل قناه الاهلي كان معانا من برج العرب وطمنا على استعدادات الفريق لمباراه السوبر. هروح لفاصل، بعد الفاصل نكمل، استنونا. سؤالنا النهارده كان ايه هي افضل مباراه سوبر خاضها الاهلي في تاريخه؟ احنا عارفين البطوله دي اتلعبت 17 مره او كان في 17 مباراه، الاهلي صاحب الرقم القياسي بالمشاركه فيها بواقع 14 مره وفاز بالبطوله 11 مره. ايه اكتر مباراه او اكتر بطوله من البطولات السوبر ما تنساهاش بالنسبه للنادي الاهلي؟ نبتدي بمصطفى السعداوي واللي قال الاهلي والمصري 1-0، فاكرين طبعا المباراه دي كانت في الامارات وجاب الهدف وليد ازارو. شاكر محمد قال 3-2 للاهلي، برج العرب حسين الشحات واجاي جولين، كانت مباراه كل متوقع فيها ان الزمالك هيكسب قدام الزمالك، كان فايلر لسه اول مبارياته او اوائل مبارياته، كان جاي جديد وهو ما يعرفش ان الاهلي بمن حضر والاهلي نادي القرن الافريقي، والله العظيم اعظم نادي في الكون. ماشي يا شاكر. مازن اشرف قال سوبر 3-2 في الامارات كان اهلي والزمالك طبعا مباراه كانت تاريخيه مميزه جدا ومثيره للغايه. مصطفى كرم قال الاهلي والزمالك 2015 انتهت المباراه بفوز الاهلي 3-2 نفس المباراه اللي بنتكلم عليها. يعني عدد كتير جدا من البطولات والمباريات المهمه بالتحديد في السوبر الاهلي تالق فيها وتوهج بشكل كبير وقدر ان هو يحقق الهدف الاساسي بالفوز باللقب. ان شاء الله باذن الله نتمنى كل التوفيق في مباراه يوم الثلاث، يقدر ان هو يفوز بالسوبر للمره ال 12 في تاريخه. دي كانت تفاعلات حضراتكم، ودي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند ليس لدينا المزيد، وغدا باذن الله تعالى كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج. استنونا، الى اللقاء.